هاد المبادرة هادي دارت للناس اللي تصابوا بالزلزال في نواحي تارودانت. جاتنا الفكرة مع واحد السيد صاحبي في مدينة أكادير عبد الله، عنده واحد الجمعية سميتها انطلاقة، درو معايا كولابوراسيون هنا في الدار البيضاء باش نحاول نجيب الناس اللي يقدروا يساهموا بأي حاجة كانت. راكم كتشوفوا هنايا درت الفيديو البارح والحمد لله جاوا الناس بزاف ما كانش منتظر لهذا الشيء، والحمد لله المغاربة راه القلب الكبير راه كل شيء راه انتم هذا الشيء شاعات صور وشوف، انا ما نقول والو، انتم الحمد لله كل شيء جاب، وان شاء الله راه اليوم بالليل غنشطوا الطريق لتارودانش باذن الله باش نمشيو لدوك الدواور اللي ما وصلوهمش المواد الغذائيه، حيت حنا كاينين بلايص وصلاتهم المواد الغذائيه وصلهم كل شيء، حنا غنمشيو للبلايص اللي ما فيهمش الطريق، يعني غادي نمشيو بحاشاكم الحمار البغال وداك الشيء باش ندخلوا ان شاء الله باذن الله، وغتبعوا هذا الشيء غتبعوا معنا نقطه بنقطه، غنصور هذاك الشيء كامل ان شاء الله باذن الله، ونمشيو نشوفوا دوك الناس نفرحوهم شويه. احسن شعب في العالم هو ديال المغرب، انتم شاهدين راه درنا العالم كامل والشعب ديال المغرب هو احسن واحد، راه شوف راه كل شيء تعاون، كاين اللي ما عندوش كاين اللي جا قول يا خويا عندي 5 دراهم وعندي دراهم بغيت نعاون كنعاون كيعاون الحمد لله. واش نقول لك والله الله يلطفنا في هذا الشيء ديال الزلزال، ان شاء الله ما تكون شي حاجه شي زلزال اخر. اولا كنعزيو الناس اللي توفوا نعزيو الناس اللي توفوا لهم الاقارب ديالهم، وكنتمناو الشفاء للناس اللي مرض اللي ضروا بزاف من هذا الزلزال، وحقيقه هذه المساله كتضر المغاربه كاملين ماشي غير الناس اللي وقع لهم هذا المشكل، والله يحسن العوان الله يحسن العوان. اقل حاجه نقدروا نديروا هي اننا نضامنوا معاهم باش احنا بعاد، أو أقل حاجة هي أن نعطيو اللي أي واحد يعطي داك الشيء اللي قدر عليه، يساهم بأي حاجة، أغطية، أفريشة، ليكوش للدراري الصغار، الماء، الزيت، السكر، الدواء اللي عنده شي حاجة ديال الدواء، داك الشيء اللي المسائل اللي هي أساسية بحال دوليبران غنقول السمية ولا الباراسيتامول سميتو دوك الدواء الحمر كيف كنقولوا اللي كان الدواء اللي قدر سميتو واللي ما عندوش باش يساهم بالماء حتى اللي ساهم بالفلوس، الناس هادو عارفاهم حيت هذا ولد خويا وعارفاه اللي كوريكت وعارفاه اللي اونيت، هذاك اي حاجه تساهم بها راه غادي يمشي، حتى اللي ساهم بالفلوس غادي يمشي يشري داك المسائل اللي باقي خاصين دوك الناس، اي مساهمه كيف ما كانت ماديه معنويه مرحبا بها. وحقيقه المغاربه كلهم معروف عليهم التضامن ومعروف عليهم انهم تيقفوا في هذا، وحنا اول وحدين حنا مضرين واخا ماشي واخا بعيد واخا الناس بعاد منا، ولكن راه كلنا مغاربه والحمد لله التضامن تبارك الله، حنا كنشوفوا هاد الخير تبارك الله اللي جا ومازال يجي ان شاء الله، راه باقي النهار كله هنا حتى العشيه كاع، راه اللي بغى مازال يجي مرحبا باش ما كان اي حاجه قدر الانسان يعطيها مرحبا. مصله ديال افريقيا ديال اللي في شارع 2 مارس ديال عين الشق، مرحبا بالجميع باش ما كان، الله يجازيكم بخير والله يجعلوا في ميزان المقبول. كيف ما شفنا كاع في لي ريزو سوسيو داروا بزاف ديال لي زابيل باش نعاونوا الناس اللي من كوبا في هذوك المناطق اللي تعرفات، وبزاف ديال المناطق اللي مازال ما تعرفاتش. يعني فاش شفت انايا الميساج ديال سوسام ولا اسامه ما نكذبش عليك نسيت كل شيء وجيت هنايا باش نتعاون مع خوتي وندير داك الشيء اللي غادي نقدر نديرو باش هاد الناس هادو نقدروا نعتقوهم في اقرب وقت ممكن. كنهضر على راسي تقريبا زرت واحد 40 دوله عبر العالم، ما عمرني ما شفت شي تضامن بحال التضامن ديال المغاربه ديالنا، هو تضامن اللي في واحد المستوى خيالي وكيفرحك وكيخليك انك تفتخر بانك مغربي. انا فاش كنشوف بحال هذوك النداءات اللي ما كتقدرش توصل لهم كنقول ما كرهتش دابا نوض من بلاصتي ونشوف هاد الناس فين كاينين ونعاونهم بداك الشيء اللي نقدر بالاستطاعه ديالي. الدوله عندها واحد الدور كبير خاصها تعاوننا تعطينا المعطيات في المناطق المنكوبه اللي كاينه، اشنو خاص هاد المنطقه، شحال ديال المسائل اللي خاصهم يتجمعوا، شنو هما الاحتياجات ديال كل منطقه. والميساج اللي نقدر نقول لاي اخ ولا اخت مغربيه او لا الناس اللي متعاطفين مع الشعب المغربي هو انه اي مساهمه كيف ما كانت درهم جوج ديال الدراهم ثلاثه ديال 100 درهم جي عاون غير بلو سوتيان ديالك اون بريزونس تعاون، بحال مثلا كنشوفوا الناس هنايا كيجيبوا عاون انت تهز معاهم، ما كنقولوش بانه ما عنديش يعني ما نقدر ما ندير،
تقدر دير واحد المسألة اللي هي سهلة بارطاجي في لي ريزو سوسيو باش توصل لانفورماسيون لاكبر عدد من الناس باش انه المساعدة تكون بهذاك الشكل اللي حنايا خاص باش نعاونوا بزاف بزاف خوتنا راهم مساكن مضرين بزاف خاصنا نوقفوا معاهم حنا الناس اللي في الدار البيضاء ما كنشوفوش هادشي ما كنحسوش به باقي عندنا ديورنا كندخلوا كنلقاو الحانوت مازال محلول هذيك الناس راه ما عندهم والو ما عندهم لا ما ما عندهم لا ماكله ما عندهم فين يتغطاو ما الله يكون في عوانهم هادشي كنهضروا غير على المسائل اللي هي بسيطه هذوك المسائل اللي هي ضروريه بسيطه تفيق تاكل طريف ديال الخبز وتشرب الماء وبلا ما نهضروا على الاحتياجات اللي هي ديال الادويه والعلاجات الاوليه يعني نساهموا بداكشي اللي نقدروا حنا نساهموا به والمسائل الاخرى ديال العلاجات وداكشي نخليوها للدوله انه نطلبوا من انه الدوله توقف معنا وانه كاع الناس اللي متعاطفين مع الشعب المغربي انه يصيفطوا لنا المساعدات ديالهم.